أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن استضافة المملكة للمنتدى الاستثماري البحريني الفلبيني الأول خلال النصف الأول من العام المقبل 2017 بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين وشركات تجارية وصناعية من كلا البلدين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة التجارة في الكابيتال كلوب، أكد فيه رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني الفلبيني المشترك محمد ساجد على اهتمام الغرفة للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين عبر تفعيل دور القطاع الخاص لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة. وقد أعرب محمد ساجد عن أمله بأن يشكل تنامي العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين دافعا لتطور علاقات المملكة التجارية والاستثمارية بدول جنوب شرق آسيا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا معنا عبر الهاتف الأستاذة أحلام جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. أهلا وسهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. في البداية أستاذة أحلام، ما هو سبب تركيز الغرفة على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الفلبين وفي هذا الوقت بالتحديد؟ طبعا احنا نتكلم عن العلاقات المتميزة بين البلدين، بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين، وعلاقاتنا متميزة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري. طبعا الغرفة من خلال رئيسها ومجلس الإدارة مهتمين بتطوير مستوى العلاقات الثنائية بين المستثمرين والعلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وخلال الزيارات والمؤتمرات التي يتم تنظيمها بين البلدين من خلال القطاع الخاص عندنا في البحرين. بكل تأكيد المنتدى راح يجمع مستثمرين وتجار من البلدين، فما هي أبرز الاستثمارات اللي من المتوقع راح يتم تسليط الضوء عليها في المنتدى؟ احنا طبعا عندنا موجود سعادة المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون مع رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك بين البحرين والفلبين، ومن خلال أعلنوا في مؤتمر صحفي أن استضافة البحرين للمنتدى الاستثماري البحريني اللي هو بيكون في النصف الأول من 2017 إن شاء الله. وطبعا بيكون هناك الكثير من توقيع اتفاقيات للتعاون وتصب في مصلحة الطرفين ومصلحة القطاع الخاص، وهناك مشاريع كثيرة ما نقدر نتكلم عنها حاليا لأن البحرين مثل ما تعرفون تستوعب مشاريع متعددة، وخاصة احنا الحين القوانين وموقع البحرين الاستراتيجي احنا قادرين على استيعاب اكبر عدد من المشاريع الاقتصادية القوية والكبيرة. بكل تأكيد نتمنى لكم وجود القوانين والتشريعات اللي هي المرنة والبيئة الاقتصادية القوية في البحرين تحفز المستثمرين الأجانب لوجودهم داخل البحرين. بكل تأكيد أستاذ أحلام نتمنى لكم كل التوفيق. أحلام جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك. أعلن طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عن إضافة العاصمة السريلانكية كولومبو لشبكة وجهاتها مع بدء الخدمة إليها بخمس رحلات أسبوعية من وإلى مطار بندر نانك الدولي في 19 من يناير 2017. وتأتي هذه الإضافة إلى شبكة وجهات طيران الخليج متماشية مع استراتيجية الناقلة الوطنية في تعزيز موقعها كناقلة تمتلك إحدى أكبر شبكات الوجهات في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تخدم فيه عدد من الوجهات الرئيسية العالمية التي تؤمن روابط أعمال وسياحية قوية بين مملكة البحرين والمنطقة. وتشكل إعادة ربط البحرين بكولومبو انطلاقة قوية لاغتنام الفرص التجارية الموجودة للأعمال والسياحة بين البلدين. طبعا مشاهدينا جميل جدا عندما نسمع مثل هذه الأخبار وهذه الإضافات، وبالطبع إضافة شركة طيران الخليج للعاصمة السريلانكية لشبكة وجهاتها، وبتكون إن شاء الله راح تخدم وجهات الناقلة الوطنية 41 مدينة في 24 دولة موزعة على ثلاث قارات. ومن المتوقع طبعا أن تحقق هذه الإضافة الآسيوية بداية ناجحة لطيران الخليج العام الجديد مع سعي الناقلة الوطنية لتعزيز موقع البحرين على الخارطة العالمية في مجالات السياحة والتجارة والشحن الجوي. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.